صاحبي عنده 3 أولاد شباب، بق الدم حتى علمهم، واليوم لما اجى الوقت لهو يرتاح وهن يشتغلوا عنه سكرت الدنيا عليهم وطربقت الكرة الأرضية على راسه وراسهم. ليش يا بي؟ شو عم يصير معك؟ قال لي معلومك بالبلد ما في شغل، وكل ما قدموا الاولاد على شغل برات لبنان ما حدا راضي يعطيهم فيزا. ليش؟ انا على علمي اولادك اوادم ولا بحياتهم تعاطوا بالسياسة وما بيعرفوا شيء اسمه طائفية او مذهبية. بيصفن صاحبي بيسرح هيك ما بيقول شيء، بيضرب ايده على جيبته بيشيل تذكرة الهوية بيخزقها وبيرميها على الارض صوب بيت جاره اللي كان عم بيعلم ابنه كيف يستعمل الكلاشينكوف. هذا رأيي، فكر فيها.